بي هنتابع معاكم متوسط اسعار صرف العملات الرسميه النهارده، وهبدا معاكم من الدولار الامريكي. وسعر البيع 19 جنيه 58 قرش، وسعر الشراء 19 جنيه 51 قرش. اليورو 19 جنيه وقرش للبيع، و18 جنيه 93 قرش للشراء. جنيه الاسترليني 21 جنيه 27 قرش للبيع، و21 جنيه و18 قرش للشراء. فرانك سويسري 19 جنيه 95 قرش للبيع، و19 جنيه 87 قرش للشراء. اليوان الصيني 2 جنيه 74 قرش للبيع، 2 جنيه و 73 قرش للشراء. ريال السعودي 5 جنيه 21 قرش للبيع، و5 جنيه و 18 قرش للشراء. الدينار الكويتي 63 جنيه و 12 قرش للبيع، و62 جنيه 85 قرش للشراء. واخيرا الدرهم الاماراتي 5 جنيه 33 قرش للبيع، و5 جنيه و 31 قرش للشراء. تعالوا مع بعض نتعرف على اسعار المتوسط اسعار الذهب النهارده. هنبدا معاكم من عيار 18 اللي سجل للجرام 956 جنيه، عيار 21 سجل 1115 جنيه، عيار 24 سجل 1247 جنيه، واخيرا جنيه الذهب وصل ل 8920 جنيه. طمنا حضراتكم عن اسعار صرف العملات النهارده واسعار الذهب كمان. هرجع مره تانية لاحمد وجمانه علشان نبدا معاكم فقره صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دي. شكرا.